اوكي تمام، لسمع الله اكيد. اذا اوكي قلنا ابتديت يا ملايات كلها كتاب، قلنا ابتدى من قبل. انا كمان دقيقة، انتم مين سجلكم من قبل؟ قلت سجل لكم حتى دول. اوكي دقيقة دكتور، استاذ دقيقة بس. اوكي انا جاهز لكم وجاهز من لكم، ابتديتوا. استاذ هلا بيك، الحمد لله على السلامة. هذا ورود من تكبوتو سنيت الاستاذ معنا اللي رأيناه هلاني. خلاص استاذ ميكروفونك الكهل، هذا ابتدى بس. ايوه خلاص اذا انت طوال مباشرة لك، هذا ابتدى يلا. عمت خلاص انبت انبت يا زايبه. خلاص. الاخوه والابناء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو موضوع العاديان، وكلمة العاديان هذه في حد ذاتها جاءت من فين؟ وما علاقتها مثلا بالسياسة في إريتريا وإثيوبيا؟ هذه أنا رجعت طبعا لمصادر تاريخية، يعني سأقول لكم ما وصلت إليه بالمعلومة بتاعتي. بعد إنهاء المعركة تفرقت القبائل التي كانت تعتمد في ري مزارعها على المياه التي كان يختزنها، فمنها من انتقل إلى السعودية، ومنها من وصل إلى فلسطين وسوريا، ومنها من عبر البحر الأحمر ووصل إلى الشاطئ الإريتري. ضمن المجموعة التي وصلت الشاطئ الإريتري مجموعة كان يطلق عليها جيزانيون أو جيزانيون، هو جاعز، وكانت تمارس التجارة. كان يطلق عليها تاجراي، وكانت الجيز أو الجيز هي لغتها. لم تجد هذه المجموعة مناخا ملائما للزراعة في منطقة الساحل الإريترية بعد أن وصلت إليها، فتقدمت حتى وصلت إلى وحيتو. وهناك وحيتو فيما يعرف اليوم بالكلاكوزاي، وهناك وجدت مناخا مناسبا للزراعة. ولما جغرافية المنطقة الجبلية بدأت زراعة المدرجات، لكن الرعاة النرى الذين كانوا يصلون بمواشيهم إلى هذه المنطقة أطلقوا مواشيهم على المزارع، ولم يكن بمقدور هذه المجموعة الدفاع عن مزارعهم، فتقدموا نحو الغرب حتى وصلوا إلى ريحة، وهي اليوم طبعا جزء من إقليم تجراي، لكنهم لم يجدوا فيها الشروط المناسبة للاستقرار بها، فتقدموا حتى وصلوا أقصوم حيث استقروا، فأقاموا ما يسمى بدولة المدينة، زي ما كانت روما، زي ما كانت أثينا إلى آخره، دولة المدينة. ثم تطورت المدينة أو دولة المدينة إلى مملكة أخصوم، ويعود اسم تجراي إلى مجموعة تاجراي التي كانت جزء من مجموعة الكلدية التي وصلت أخصوم. كما هو معروف كانت دولة أخصوم تفرض سيطرتها على محيطها، سواء كان مثلا امتدادات الإريتريا أو حتى يعني امتدادات السودانية، ومعروفة الحروب التي كانت موجودة طبعا وكيلة
كوشيم يعني في السودان. وهو ما حدث بالنسبة لمجتمعات إريتريا أيضا التي كانت تجاورها، لكنها كانت تجد دائما مقاومة من سكان هذا المحيط لمن كانت تنتدبهم لجمع الضرائب من هذه المناطق. ويمكن أن نتذكر مقاومة سكان حماسي بقيادة بنكيل ضد الرئاسة الأولى مندوب الإمبراطور يوحنس، الذي اضطر إلى اللجوء إلى حلب حيث أبنى عمومته البلين بالطوقي، وبات تغريدي ضد قوة مندوب الإمبراطور يوحنس في إقليم التلفزاي، الذي اضطره آخر اللجوء إلى الساحل الشمالي حيث بيرسكيتي أبناء عمومته الذين احتضنوه، ولم يستطع أي من الرئاسة الأولى أو أبيت ملاحقة أي من ولدنكين أو بغتة سجنيتي. ثم اندلعت الثورة المهدية، فاضطر يوهنس إلى إصدار تعليمات إلى الرئاسة الأولى التوقف عن مقاومة الإيطاليين الذين وصلوا إلى مصوع والانضمام إليهم، وهذا ما حدث. وقتلت الثورة المهدية الإمبراطور يوهنس كما هو معروف في الجلابات، فعاد الأولى إلى أخصوم وسيطرت إيطاليا على إريتريا، وانقطعت أي صلة بعد ذلك بين إريتريا وأخصوم. وحتى عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ربط إريتريا بإثيوبيا في الاتحاد الفدرالي، لم تكن لها علاقة خاصة بإقليم تيغراي، إنما كانت إريتريا ولاية من ولايات إثيوبيا وتحت سيطرة الإمبراطور هيلي سلاسي عن طريق مؤسسه وزوج ابنته أندريا جوماساي. وعندما قرر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي حق تقرير المصير للشعب الإريتري بعد ما طبعا وصل الثورة الإثيوبية نفسها مثلا إلى السلطة برئاسة منى الزيناوي، حق تقرير المصير عن طريق الاستفتاء، وكان الاستفتاء بين استقلال إثيوبيا إريتريا أو البقاء جزءا من إثيوبيا، وكانت النتيجة قرار الشعب الإريتري الاستقلال بكفاح المسلح دائما 30 عاما لتحقيق هذا المطلب. فعلى ما تستند دعوة مزاعم ما يطلقون على أنفسهم العاديان، إن مشكلة الشعب الإريتري اليوم هي وجود نظام دكتاتوري عرقلة تطوره ونضاله اليوم هو إقصاء هذا النظام الدكتاتوري وإقامة الديمقراطية والتعددية السياسية، وليست إقامة دولة عادية أهمية أخرى فيها. هذا ما استطعت أن أجمعه ولا أطيل عليكم الحديث، ويمكن الأسئلة يعني توسع مدار يعني هذه المقالة المحدودة. وشكرا لاستماعكم وصبركم، وعلى أتم الاستعداد للإجابة على أي سؤال يأتي من جانبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شكرا أستاذ، بس كمان شوية بالتقرينيا أيوة كويس، هحاول إن شاء الله. بزوت أهواتن أخاتن قد كما وعلكم كما حديثكم كما لكم لو ممكن زارة برضو زكرة لغو عقمين
هذا اللي العاديان حتو إيو التاريخ أنت تمارسنا أولاد باش كل لغاتكم سمعهم تقولوا اللي هي معرفة دم أبو كبير أبو دي لبريز بي يمن محرس كفت مايلاتو كم نبرو ولا بروهم كا أخو سلاد لبري لكن الرسوم الثلاثة ساتو من فح إلهم بل كباكم من فح السعودية ولهم كا ولا فلسطين ولا أبسيريا بتحهم بل كباكم كا كيح بحديث بيهم إرتريا بتحهم نارتي تاتو ما تلتفيا تبسحو إتي بوتاتا تبسحو لو مني محلة تتكتم سلزاي كوني لقدمي تيدون كتاب قوحيتو بتحهم قوحيتو إتي بوتا مجو يو معرفتي محمد سنعتي ريسس من تدعي كوذي من تأخذوا فش وهم بوتاي يرون سلذي نساتهم يوم زجمروا محمد سنعتي ريسس أبي نترى إن أبتي بوتا لارا زبار رومي باري أيلا نبلوم إن لارا زبار روكوشي نساتهم نروم أبتي بوتا هجي انتهي لولو انتي لا توم كفتي افتي محل السلاحي ذا اتو سوات ساتهم يتو ساتهم كاي كاوم وخاء حيني سلزي نبروم ابقو حيتو نقدمي كساب ايها اتبار بوتا حتي اتكال لا تقرا ايها وشهم نسلع بولين من تشيتي ايه نحوان سلزي نقدمي كايدوم كساب اقسوم بشهم أبخسوم أبو مالسي مجتور وطارحبهم هجي خوفي لهم حسو كنبرو مجمرهم نحري كرم عبالي ذاتك ناي سيتي ستيت بيهم مالي أخسوم سيتي ستيت كوينا كان مع الأثينات كان مع الروم أنسوهم كابو تاسمو بيهم سنحي لهم كان مع بيهم كينجدم سوماي كينجدم يقول لما رسيم إذا أتم سبات انتهى من روم أمانقوهم هل تدبر سبات من روم أجاعز ويأجاعز زبهرو أمانقوهم بيس إياه among whom ka haji rai baharu ka amirum haji kanta zubhan is a tikrai lwala ka zafom haji rai malachi trader sinta the sikrin ya tafi atin from traders haji rai zubharu wa ita hajir mitikrai tumbal haji إتي ذاتهم جيزانيو زبهرو وأجاهز زبهرو إساتهم يوم مارسي حساب أبسوماي ذاب أبسوم زبسوم ستفلدي في سماي سشمات كام تقرأي كاب ذاتهم تقرأي زبهرو كاب ذاتهم زوزاتيا عندها جيز ذا قوانقا إليرا أجاز كا تام إذاني ونص بارو مسوم سنبرو كواتو مسمع بلسيا إذي تناك تاريخيو إتا قوم قوم كا جيز نيرا هدي أب أبسمات تنجد المسكبرو أبتكبرو أمزارو تاسمو تاكس مارسي كوكو لاتوم وكالتي سيدوم
المسلمين لا يخمسين كاي كاوم ليرون دي ما نسي لا يرسل ولا خلاص عين كفر من المنتهي خلاص كفر ودي من إلى أن كفر خلاص زول معنا أي من كتر لا زول ما الحساب سلاج نبرو كاوم ليرون دي ما خلنا ناي ولن كيل جن ولن كيل ما نسي زي برت سلاج نبرو رسالة ولا خراب رسالة نبرو تلاتينو ناس ولن كيل بارسي كجت فرات أبوها ني حال حال بسيو حال حال كا بلين يوم جت وقت بحرو كا بعد كذي زار زخدو تلوني عز زار ولي روم جن حال حال بلو سبس بلين تلحوام كا بلين أكوينو جن كا تلات عمرو في سلاس فرتوني ناس ولن كيل خاطر أبلهم وارتيو كا بكرو زار كا وبي بعد سجريتي بما خلنا في سجرة ما تسجلي تفاي كومو نروم كمتي ولكن بريت رابر إنزين بريت هاي نبرون ما نسي بتي كلاسيكا بري تاشنو ببتري بري كارا بري تاشنو زين بري بريت أتينا توم بريت سلازين نسلوين أكالن سلازين أبريخيكو أب ساحل لاتهم بتفكيرين بتسكيرين 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 أبكر غزا يوم شو كريستيان لهم من كرسي جليت يوم كيهم وها ساتهم السلام بيهم وتي بريت ساتهم حزوه لكن تي بارس بحلو سنبرو ساتهم الزين كها وطحوا بهم سنبرو خا حقفهم بمتاي ستنا بلاد كيشت عبي انت اسمو لي رمو كابتن هاي رجل هاي مانوت سنزي مارسي زي ويل كمديم وعاقل بومو مسلم كسام تغيان بعد تحبت شو نسو ني كارغو زي مسلم كمزا سيبو ويوات اخيرو مسلم كا اتيو مجل حرائي وين نسو ساتو وين كانوا يرسس مارون سردو كتاهمو مكملو وساتهم يوم قتلهم أنوي ما تنسى هذه لما هذه السنوروس المستسات إنجليز يعني فاس حتى يهنس حتى يهنس يو بزكا عموم زم الحوض اللي بغيتي حيلي عم بزكا عموم أبقرنابا وطعران حتى يهنس يو أبقرنابا قتل بامو إنجليز اللي هم زم تدار أنتارك أنكون أنتارك ذاتهم مهديس يوم سيدين مستقى مصرون قونتا نزاتهم مهديس تقاوم يلومون نسوخا فقبلوا نعلولا مستقى تليان قونتا نزاتهم مهديس كلام رمز نقول شو كذي ويعان سبا تقاوم يلومو ومحاسب كلهم مارسي تقاوم ومال مهديس أبكوفي مستشعر مقرأي ودي أمهم دارو راس ودن كير موانش موزي هاتي هارنس مسمتي عبد اللابا زي أرو لا تمريسو و دام غريب تليان حيث أمه هتاف تبال تليان حيث أمه تساب يبدي العالم شعوم تسعروا مارسي تاتي خمسة فرطو تاتي ممحدارنا انجليز خويلة سعوخا مارسي يدلت اتاخر لا يتريان زنبرا كورانيس تاتر الوساني لا يلا نتكوز سرات الوحينو بطي لا يبورات مدستات جنرال اسمبلي يهو دارا يتريان موسيقى تريد متوحينو تقرأي ما أكال تقرأي ما سيكورسي نبايلا فليتي جن تحتيتي فدريشن مستثيوبيا أطفاون وحتى هي السلاسة مارسي هي السلاسة راتو وكيل نروا نعلكتو مساي نصو نقوى لهي السلاسة يتمرو سلدي يمزيوتي تاريخ
دلوقتي بتيجي نلاقي خريطة انت اسمه جنرال كولكتيف ميموري، انت بس مارس حاضر لك مقبل زبل حضرتك جنرال دي هو استقبلنا زرلو ايقونا في قلت لنا قاعدين بعد زرلو فقط سلوك ايقونا في تاريخ لاي حزب اريتريا افتكر سي حزب اريتريا خاص لاي غباري حزب اريتريا ديكتاتوري الرجيم زرلو اركسكا نعمات بات سيستم ديمقراطي انتاشمو سيستم نعو نتكلوا افتي كولكت ميموري ذا حزب اريتريا لاي هاي مالتاوي وبيعات لاي كابيلا وكي لتات يبلا سلدي دارا دارك يتنس بيرتا نحسي حزبيو سلاماوي حزبيو نحلا نسي أبقرب إذنا كنا نتساثرون كنا نرى في إثيوبيا دولو تشكرا مربوطة فرالي أغاتر ناشنالتيس ولا السودان انترانا ولا الصومال انترانا عند قوام قائد زاربو حد هاي مالوتي أمنا حد مريد نلقى أكثر حدي ناتهم حد مندستي لما انكفتوا لها كارون ما يسمين مندستي لها لا يلقوا مندستي الزيارة اللي انت اسمو يبدل السردي دارك حد منتو انت اسمو سكيو سيقبل حزب السنة دخلي اللي تشكروا وقيتم انت قالوا ذم حاضروا ديمقراسيا وسرعة السنة زي ذهبي كله تي على الصحة تناتو والكر له له كوبر له ناشونال غاز له بيتروليوم له والكي دي كوبر كان تزبل له له زموخا 226 ايلاند له بتي رحبات نايتي ناشونال غازوخا 200 الشحن كريتا ميتين داسمو كيلومترز بيو سنالي حتى بيو بيو سنالي بحجي ديمقراسيا وسرعة لما حاضروا سنة دائرة خبي تشتبين لاتو دخلنا ديو خلينا بلدي كان عاي من السي بلدي داسمو مفاق ديو كابزي ناي زي ديمقراسيا وين مثلا مثلا إيو وضحكم وزوجة غريبة هي نحل أي تحدون لهم بين تاكن كنتاي أفتي ميموري لاتنا مارسي العادير منكستي نمتكال زبس يلون فلوت أي خلال زاتهم زبلوز اللو حجي إماجيناري حنكي أفتتاريخ كمان تنتي كل الناس من زمان يبلون ودحمكم تا دخمتنا يكون قام قا حالا يتحدث الليل أنا تا كان قام قا زاربا زفاخا قام قا عرف سلطانة كان تنسوم تسبينو زنبركم مالسي تلقوا ملكم سلزاك ألكو يخلطا يحدد محل هدفه. اوكي اوكي طبعا اسئلتك قلت اتكبت مش استاذ؟ نعم اسئلتك قلت اتكبت مش؟ اسئلت قلت اتكبت ولا قال لي ايه ولا خلصك؟ يعني خلاص خلص خلدي لا لا بهلكي انا دام قلت سالك كم اللي حد قدر ولا لا؟ ايوه اوكي طيب يلا معاك مسؤول سمع منها هلا قلب ترى سمعك منها اللي كاس قلت اسلانيت اوكي يلا معاك مسؤول شباب اي واحد منكم عنده سؤال يمسك المايك اوكي سمعني مسجانا هو ترجم كاها شو بوغيكا انا هو وغيرك تقدر تترجم كمان ممسجونين نيرون بعلي كي بياي مجن أنا يكون دواي كلني هم تسعة ترقم كاتغرينيا أما لا زيرو زيرو بلن بس أنا لغوا إكس بي آي سمع له هذا بو
العمليات ده 0-0، بقايا غازنا عمليات. استاذ زناها سماح، وقع بيجي سماح ولكن الكلمات واضحة الآن. اوكي طيب انا لا نقرا كان لغه، انا مسقانا يا ده غربت اللغه متن سفات غرينيا استزارب كايو كلنا همان كالي قوانقوا هم عرب تجري تصبو غيرنا تنخل ورق مخان لنا نيرو تخونتات زي ديمقراطيا هاجر زي مهلاو جن ابزي شجر زي لنا كنت نايكرم تزخون كل تمرتات تقوانقوا بوحدو مخان لنا نيرو سلازي صبوا مترال لنا نيرنا بزيادة مجنسها تمسجن يا خابتي وتجريني على الكاز غير الكاز تاريخ انت هون انا كوا خستاك ولا كاي لني ما دت تصبوا على ديسكا وانا حنتي خستاك خوص اولي كي راه تانس فولت على غير كان ما دت لازم مسجاني دي بين قال يكون اوكي اريد الله اوكي تعمل خلي الليل نخلي الليل. اوكي يا جماعة استاذ وقت طلبوا اسئلتكم بكم حتى انت لكم قلتيكم حتى تو انا فتي ما انا نبرا الله ربانا اوكي اكس ان شاء الله مسموع مسموع كذا مسموع كان عندي مشكلة في الشبكة مسموع. اوكي اوكي اول شيء شكرا للاستاذ محمد نور احمد شكرا ايضا ل الفرصة. لدي سؤال دائما لما عن في صوت ولا اوكي لما انت ما شايف يا ظل تحدث ايوه ماشي عن معانا اليمن مشيت ابراهيم انت صوتك ما تقطع صوتك ما تقطع اوكي عندي في مشكله في شيء. اوكي اوكي خلي المايك معنا يعني. لا ما قاعد اسمعه ايوه ايوه ما تقطع ما من عندك من عنده هو قال عنده سؤال ثاني يرفع ايده قال عنده سؤال ثاني تعمل يا جماعة سؤال لأبو قدام اكسي ممكن ارجع محمد محمد دقيقة محمد اسمع يعني اوضح تاكل كده اوضح كده تعال تتكلم قال المقدمة فهمتها أنا السؤال الدائر أطرحه لما نتحدث الأجازيان تحضر معنا اليمن ما هو علاقة الأجازيان مع اليمن؟ السؤال إن شاء الله يكون واضح سريع قبل ما يقطع. أوكي السؤال هو يقول لما نجيب سيرة أجازيان يكون مباشرة تحضر اليمن يعني بأي تاريخ وأي بصفة يقول هذا السؤال على حسب ما فهمت أنا. لو دخلت إلى جوجل سنة 850 ميلادية وأحيانا يقال قبله لذلك يعني المصادر المختلفة ما متفقة بالضبط على التاريخ لكن على كل حال في اللي أنا وجدته يقول الانهيار كان سنة 850 ميلادية وهناك مساعدة أخرى تقول كان سنة 7000 ما بين 7000 و5000 قبل الميلاد ف يعني المساعدة بالضبط يعني محدد لكن أفتكر هو 7000 قبل الميلاد شكرا هل عنده سؤال ثاني يا جماعة؟ ما تصدى ابا ان شاء الله الملحق نكتبه بعدين انا ما الملحق اكتبه اللينك ابعته للاملايت بعدين يكتب القتال مره ثانيه يلا اللي عنده سؤال سؤال لابوكم اعتذر له
هلا أستاذة إكس إف بي، أول شيء مرحب بك ومرحب أستاذ صاحب السعادة السفير أستاذ محمد نور. سؤالي إكس إف بي والأستاذ، ما العلاقة ما بين أجازيان أريتريا وأجازيان أثيوبيا؟ هل يوجد بينهم خلاف؟ اوكي، سؤال واضح؟ واضح واضح. هذا تسلم. لا لا، الاجازيان بما يعني الاجازيان، يعني في اجازيان، اذا كانوا اجازيان موجودين في اريتريا او في تجراي او في اثيوبيا، ماذا الفرق بيناتهم؟ يعني هل في فرق او يعني يكملوا بعض؟ هذا السؤال. أولا الأجازيان اللي هم الأجايز اللي هم جو من اليمن أصلا يعني، لكن يعني دلوقتي آلاف السنين الإريتريين هم إريتريين يعني، ارتبطوا بالش اسمه بالمحيط الجغرافي بتاعهم وبالأرض بتاعهم، وما في ذاكرتهم هذا التاريخ بتاع إثيوبيا أو بتاع تجراي. وحتى ناس تجاري وهذا لغة تجديد، في أول مرة قاعدين نسمع إحنا مسألة العافيات في التاريخ، ما سمعنا من قبل هذه الفترة، وهذه الفترة هي ربما يعني المخاوف الموجودة مثلا في داخل إثيوبيا نفسها مثلا، يعني يمكن التجارو بيفتكروا ان هم لو ضمروهم اريتريا يكون مثلا عندهم البحر في ايدهم، وبالتالي تحل مشاكلهم، وتجراي بلد فقير طبعا يعني بيفتكروا ان ثروات اريتريا ممكن تفيدهم، بالتالي ما موجود مثلا الا يعني في قله قليله يعني حتى من الاثيوبيين اللي هم من تجراي كمان، لانه ما مطروح، لانه التجارو نظروا معانا لكن ما اثاروا هذه المساله ولا اتكلم عنها يعني. فلا شيء جديد، هو شيء جديد ومحدود في اطار ضيق جدا يعني. وهذه المجموعات اللي يمكن ما عندها وجود مثلا في داخل اثيوبيا نفسها، وعايز تخلق لنفسها مثلا يعني وضعيه في اثيوبيا على اساس ان هي تجدها مثلا يعني اريتريا الى تجراي، خصوصا يعني في الوقت الحاضر اللي التجارب طبعا نزلوا من السلطه ويواجهوا مثلا يعني مشاكل الى اخره يعني. فما موجوده مثلا هذه في المنتاليتي يعني بتاع الاريتريين ولا بقيه الاثيوبيين يعني، ان هم انحروا مثلا عن يعني الامتداد بتاع تجريب على اساس اللغه هي لغه تركيز، بقيت مثلا انقسمت الى تجرينيا وامحرينيا وتجري انطلعت منها يعني. فهذا التفكير ما موجود، لانه عبر مئات السنين والاف السنين تكونت يعني حاجه اسمها ارتباط بالبلد وبالناس الموجودين في هذا البلد، الاريتريين ارتبطوا ببعضهم البعض، وبالتالي صار في راسهم حاجه اسمها اريتريا، ناضلوا يعني في سبيلها مده 30 سنه، والاثيوبيين كانوا طبعا بعد الامبراطور يوهانس وقعوا تحت سيطره الامحاء، وبالتالي هم كانوا عايزين يستردوا يعني النفوذ بتاعهم يعني السيطرة على إثيوبيا، وبالتالي في ذاكرتهم في عقلهم موجود التاريخ الإثيوبي وما عنده أي علاقة بالتاريخ الإريتري، وبالتالي ما أعتقد أنه في إثيوبيا في حاجة اسمها العازيان يعني، ولا في إريتريا في حاجة اسمها العازيان. الإريتريين المسلمين والمسيحيين متفقين على أن هي إريتريا بلدهم وبكل مكونات بتاعها، و بالتالي فقط الآن بيغادروا يعني في سبيل إقامة نظام ديمقراطي تعددي، وليس يعني في يعني حاجة اسمها قاعدية. وشكرا. شكرا. دي بندها اللي قد ترجمة ولا قد ترجمة أقول كما بعرف. تقول لنا قد ترجمة؟ أيوة. أنت زمان أنت ما نفسي حسب هناك عزيان مستبالي أبريتريا يقول الإسرائيليان تاريخ ناتهم من ديمقراطية أو سرعة كفترة يوم ذكر على سوزن لو بل عزيان زبال بذلك
جاءتهم نبي وحدة شاب تقرأي تقرأي كاب سلطان وريدة سلازو خالد كامو تقرأي في مريت ناسا دخلت كله كاب تكالي ومريت ناسا إثيوبيا مالسي انت شو ما يكونن أفتم لا يكونن سندي معطاتهم إريتريا هي مخسر عبي كره بلا زخلو من البش عند أكل ما تون كوينا إريتريا بحر اللغة إريتريا ثاني حتى اللغة فاهم وبكل اللغة وتعشوا من اللغة زي انت شو مر اللغة ناتشرال غاز اللغة مثل أسواش دشتة كأيس آيلاندز اللغة كاموخا شن كلتا مثل تاسمو رونج زخالي كوستان لاين اللغة سلزي نعطاتهم إريتريان لحب رخيبهم عبي مخسب كخمون إيو سلزي أمحرو حنقول لا أمحرو يلا حنقول لا أورمو يلا أروت يلا إريتريان لين يلا سلزي جاتهم وحدة دكتك لاي نساتهم يوم زوجو دايزوم سو مستش الجراد دا تغلاي نومي نتاسمو كونفرونت لبروزان لا نتاسمو زكبر يو مارسل متاسا يو رانيل اوكي سؤال تاني انا اقدر اسأل الاستاذ ايوه اوكي مرة قريت بس نسيت من الكاتب واحد تقرأه كان كتب ب هذا الأخصوم مدينة أخصوم بنوها البيجة يقولوا البيجة هل في هذا الموضوع في هذا التاريخ جزء منه ولا لا ولا كلام اللي قريته هم أساسا لما بنوا أخصوم البيجة كوشيين هم وكان الكوشيين رعاة وكانوا يعني بيجوا مثلا يعني بهايمهم وايضا المرأة اللي هم ايضا كوشيين فهم ما بدوها بالعكس كانوا بيحاربوهم يعني كانوا بيحاربوهم يعني لانه يعني ما عايزين يخلوهم يصلوا الى الاخصوم وذولا طبعا شو اسمه الرعاة دائما يفتشوا على المكان اللي فيه مويه واللي فيه جش عندما يكون الصيف في اماكن معينه قد يكون خريف في اماكن اخرى وبالتالي يمشوا حسيوية الماء والكلام فلم يبلوا لهم اقصوم لكن يعني هم كانوا بيجوا يصلوها يعني ومش البيجا الكوشين بصفه عامه سواء كانوا بيجا سواء كانوا يعني نرى سواء كانوا الى اخره يعني كانوا مثلا يصلوا لكن كانوا يدخلوا في قتال يعني معهم ولم يبلوا لهم أخصوم ماذا كان رعاة ايش يبنوا أخصوم يعني فما صحيح يعني التاريخ لم يذكر هذا هذا شكرا عفوا يا جماعة حتوز الله كم أنا تي حتوز نبرة بعرب سلا تقول أستاذ من بتقرن ياس سلا تقول لك حق ذا تي حتوز نبرة بيجي أويان سين أقسم هني سوام زبل حتين يرتعته كابو أستاذ يبرأ له متم بيجا يهون نارا كوشين يوم كوشين بمنبارهم كام نجد مبزحت عم بقاس النتر محرسن ينو بسوم كام مستي بوتاوي نايك رمتو مكيار ريكايرو يواغوه ميرومبر آي هنسون التاريخ تذكره اللاني نرتاح تمالسي حتى تات انتظر لكم دكتور عجيز في عسر عدوية تريف والو أبدال عسر هل يكون انا دي باخد هل يكون ايوه هل يكون طيب ايوه قرأي كمان ده برسالة لدي بقالي دي بقصف هل يريد ترسعه ميت سؤال يا مسلكة سؤالي اذا دي بلو فترة الاخيرة نظامنا اريتريا يعني بسياس افوركي حقوا اتفاق السلام فانق اريتريا وفانق اثيوبيا قبل يمكن أشياء بزحة قريب من الأمن عنا
ويمكن نتوقع لعنا يعني اللي موضوعنا إلى حرب انتهى وحلاس وحنا وحط هنا وبقرأنا وقيم يمكن بظهر السامة على فأذل تحركاتنا السياسة طبعا. وانا ابي احمد مرة واحدة غير شعب اريتريا افرهيو من جديد اريتريا دي بتبدأ اقل ايتي هل اللي تحركات دي يعني مثلا زي ما تمنيتنا اغازيان ندز بهل حتى من اللي هم يعني تحققت هتوم للحزوه اللي هو تاتا التحركات اللي نجحها من قبل هل هتو قل اتيك قدر اريتريا دي بسيبيا من جديد الا سؤال الله. وهل هتاي من حتى من احلامنا اغازيان قلت لك بتقدر دي بالله لا تسالي. وشكرا استاذ محمد. السياسة هدفنا هو فشل ديب إدارة إريتريا وبدير دائما يعني لأسباب لا تجري والدعالة لا بعد مي وحتى بعد مي كمثال مثلا يعني التحرك الإفريقي للجزائر قرروا دي محكمة لتريد بيرو ولا محكمة فعلا بيرت بعد ما تعيد قيادة وهتون كبتوا لكن مبهلو هلا كان بعد نايش نايش هلا انبت قصينا مثل قلنا الغيو كمشكلة لبو قلنا حلا بلو بيرو لكن لنا بعد ما تكبتنا بيرو فالأمم المتحدة قبلتكم انه لغاية اليوم فوزير خارجية كندا لاي مدير سابق ميلوغي سنتا كان قصير ومسل وزي ميتو لمشاكل لحلا وفعلا للاس ادي سواها مساء وحقوها كبته وحقوها من ادي سواها الاسك اسورة قلبيجيس تأشيرت كلاي سياس مدى المشروع اللي فاشلة هتور ينو بيرو حبوك إلا جاب أحلامة من بعد ما ينفد البيرو واللي سمين ابن كله يعني سال حبيبا قال يا أبي أحمد متاع إن بلش الوقت ينفد من نبيرا سيادة رفضت على لشروطه قال لي اللي إن بلش الوقت ينفد من نبيرا. فبالنسبة للأساس يعني ضربت الله فرحتي كون دربتها بدل ما يتو وجود لا يتربى دي بعد ما مس مس على أقوله قلنا استمر دي بس أقطع ومس مس على أقوله كمان تنمية اللي يدي دي بعد ومس مس على أقوله إن الشباب بتعليم لحد لشغل لحد اللي لا يجوا نظمة وطنية يعني وقت أمور العلماء دي يقول اللي خارج منهم بعد سيات نوسو ربوش هلا مريد آمن إحلاني ولذلك يعني لا ما هي أبو أحمد كبتا دينو مس مسألة بوق اللي كبتا ومبشروب مفضل جلاب بيلا ولذلك سيات يعني ممكن بغتها كل هذه بتيوبيا اللي تتضمم لحد ويمكن نسبة حقوص اللي بيقولوا على الاجتماع دي بوتها جمس النبيلة والأخبار الأخيرة اللي سمعناها برضو الأمان دي بقت مجدد يعني احنا جيش في نحذي وحنا هو بحدي ما يحذي لا حبر جمدي ديك المسلمة الشيوركية اللي بل سمعنا فممكن السياس يعني اللي شيء اللي الاتيوبيا مسلت غلالي اللي قبع مسل كل اتيوبيا اللي بل للحاجة بالله للنظام فيدرالي كونفدرالي يكون فيدرالي لأنه يعني فرق على بين كونفدرال وفيدرال. كونفدرال كلها دولة مستقلات وحتى حدودها بقى فنقول كل الدول لها سبلمنتري يعني كومبلمنتري لدرجة الاتفاقيات وديا مثل مثلنا اللي الاتحاد الأوروبي هذا كونفدرال سيستم فيدريشن لكن علم على بعض خلاص العلم لا يعطي أي هدى وتولايات قبل ممكن علم لا ولايات بقى لكن حتى سيطرت حتى مع الأمان قبل من قبل اللي أنا
معي للي وزير الدفاع العربي لطرق محاولة وضو لمكم سنة للبحال رأى على لهم سيونام لهم كلهم للضرور للدول مصرعة للبحال الآن أخبار دي بالنسبة لأفريتها دي يعني أساس القوة تخيب الحكم سحادة جيدة بالنسبة يكون يعني بالعكس ويمكن الأيام اللي تمثلها لريحه سياسة نوسع وقلنا استمرتوا وقلنا ديتوا بل أنا يمسكنني سياسة يعني نتيجة بيسر لما عليه فيها اوكي اختصر ب سبت كنيا سمع على لو تقريما على ذي دبر سالا ما يكمل سوى حر مصدق كل مثل من الترجمة ومشكلات يكواني لحظة يا كاوتا دبر سالا استاذنا الكبير يلا شكرني يا حبالا ايوه يا ريت كده دقيقة دقيقة كده دبر سالا Gracias.
اساس لو كونفيوز يزر له انت اخي في الاول كان تفيه يزر له سيدي عقل قلت يزر له سيدي فا ثلاثة احمد تباريسه مع سنته حجين باساسه بكفير اساس ثلاثة اثيوبيا كبيرت مرحة في ما في بيته. اوكي شكرا. دبر سهلا معلش بس قاطعك وكعلك يلا معاك بالك. دبر سهلا دبر سهلا بس. أنا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسموع. مسموع. ايوه. هلا الاستاذ محمد نور. فرصة سعيدة. الواحد يكون على بعد. انت اوكي بعد الاراء هذا القديم اثيوبيا القديم او عندها تاريخ هذا مكتوب تقريبا لكن تاريخ اليمن موجود يعني. الهجرات اللي كانت موجودة من الأبازيين والحميريين والحبشات هذه مسألة معروفة أستاذ محمود ما حد حيختلف عليها ومحفوظة كمان لكن يا ريت لو تركيزنا بقى على الجزء الأخير من الكتاب اللي هو التخلص من النظام زي ما كنت تقول دلوقتي السياسة الفرقية الهروب إلى الأمام الوقت وقع في أحدان إثيوبيا وكل لمصلحة إثيوبيا لمصلحته هو كمان خوفا من الشعب الإريتري هروبا من الشعب الإريتري قاعد يعمل الكلام فيا ريت نحن نركز في كيفية التخلص من النظام لأن نحن اللي فشل فينا ما السياسة الناس ما حيحصل لحاجة لو نحن حالتنا هي هذه الدوران على في فراغ ما له نهاية يعني ليلنا طويل ما قاعدين نشوف الضوء في نهاية النفق بالطريقة اللي نحن قاعدين نمشي فيها فيا ريت نسرع من بالحاجات العملية اللي تخلصنا من هذا الموضوع ونطلع من مسألة اللف حول تاريخ كل يكتبه بالطريقة اللي عاوزها السياسة حالته اللي قاعدين نشوفها وحتى الكلام حول أن حسن كده وكده فبركة هي ونحن ما عندنا الدليل الثابت فيها ما عدا مثلا مسألة هذا اللي حصل بالوقت في سبعة إفريم وده أكيد هو الضرب لكن من ضربه الله أعلم فمرة ثانية شكرا أستاذ وربنا يعطيك العافية وتسلم السلام عليكم أوكي شكرا طبعا الكانت المطلوبون المنادل ابراهيم قدم هو ابراهيم قدم هو اي لا ما سمعت الصوت لكن انا افهم ابراهيم قدم وبتفق معه حتى اذا كان ما سمعت يعني اوكي بس بالسؤال بس اوضح لك لعبه اوكي هو كان مداخلة اكثر من رأي ويقول انه نحن بدل ما نديع في متاهات التاريخ المفروض يعني وانت ذكرتها في اخر كلمتك انه نحن مشكلتنا هو نظام الدكتاتور الموجود في اريتريا فالتاريخ تاريخ اثيوبيا تاريخ يمن تاريخ كل المنطقة إذا رجعنا في دعنا حيكون تاريخ متداخل وتاريخه له أسياده يكتبوه يعني
فنحن يا ريت نركز في ما في ما في إزاحة النظام، وما نخش في مطاعات تقريني أغازيان وإلى آخره. هذا مخلوق يعني خلق جديد، هو كمان يعني سيناريو جديد، عشان يتجهنا من الموضوع اللي مفروض نديله وقتنا أكثر، ونحن قاعدين نضيع وقتنا في حاجات تاريخية وناسين القضية الأساسية، والمفروض إنه نقول هذا هو كان مستخلص الكلام كان هذا. يلا نستمر وندي وقت كمان وقت الراحة للأستاذ. أظنه يا جماعة هذا دي بدور هلا دامي هلاني كرلا بعجاج ميتا ما ذا عجاج قاو ديبنا. يا جماعة هذا تسألوا ولا الأستاذ قلنا رايحوا، يعني الموضوع شاقه كويس. أمير أمير ده مع صوت القاطع هو أستاذ، هل لك أمثلة؟ ما عليش فرصة مخانة وتمثال ومجرم للحياة موضوعنا اليوم دي مفكره كل موضوعنا اليوم يعني وقتها زينا ثلاثة دي يوم راحة شو عندي؟ الدول دي مو ونركز أنا أتفق مثل الإبراهيم قلت فيا ريت من دي مشروع المسلم دي مو دي مشروع يعني تتفقه وبدل ما يقول الفرق بين يعني مثلا انا ويا مثل برضه مش مشترك كيمو ومثلا له رؤيته، لكن طبعا حتى بالنسبه لدوله تاريخ يعني ابي نفسه تيرا مجبور يختلف عن مدي من وقت اخر يعني. اوكي تمام. نتيجه غير تطور مع التاريخ مع اساسا يعني. اوكي تمام كملوا. طب انا خلاص الايه اللي يكون اورا ده رافع لك ووب كام بعدام اليوم اللي يكون من ما انت برافع عمل لكم دوال ديكم ما يتمس. يلا السلام عليكم هيك السلامات، كيف الحال كفلك، او اهلا بالاخ وسعادة السفير محمد نور أحمد، أهلا وسهلا بك، الله يعطيك الصحة والعافية. بعدين محمد درار عامل لنا مسمار جحا رافع يد قاعد تأخذ المايك. أولا سلم على الجميع يا جماعة، وأنا أحيي وأرحب
الأخ الكبير والمناظر الكبير الأخ سعادة السفير محمد نور أحمد، أهلا وسهلا. وكذلك المناضل المخضرم الأستاذ دبر السالة. سؤالي هو كالآتي، هل أولا عايز أعقب في الكلام اللي دار قبل كده، طبعا الشباب الأيام دي سامعين أجأزيان يمين يسار، وقايمة مجموعة تقول أجأزيان، فالشباب عايزين يعرف أجأزيان ديل من فين طلعوا ومن هم، وعشان كده عايزين يعرفوا نبذة عن الناس ديل، فكويس يعني عشان نسلط عليهم الأضواء إلى حد ما، وتنوير الشباب يعرفوا تاريخ الناس ديل، ومبادرة كويسة من الغرفة. وأشكر الأخ محمد نور تلبيته لهذه الدعوة. فمن هذا المنطلق أنا عندي السؤال، والسؤال هو كالآتي: هل الأجازيان ديل قبيلة ولا طائفة دينية، ولا تصنفهم شنو يا أخ أحمد محمد نور أحمد؟ هل هم طائفة؟ هل هم قومية؟ هل هم قبيلة؟ هل هم إيه؟ الناس ديل نحن نعرف أن اللغة الجيزية كانت لغة مملكة حمير، كانت اسم لغة، اسم لغوي واسم للغة، واللي كانوا يتكلموه ما سلالة، أو مثلا قومية أو قبيلة أو عشيرة يعني. فبعدين المجموعة دي اللي قاعدين يقولوا إن كان على قلتهم ولآمتهم كمان، يقولوا الأجازيان هم مناطقين بالتجرينيا وبالتجري، اللغة الأمهرية هي جزء من اللغة الجئزية هي، لكن هم ما في التشكيلة اللي هم عاملين ما مدخلين الأمهرة، في نفور من الأمهرة. ف في نظرك الأخ محمد نور، الأجازيان دي طائفة ولا قومية ولا قبيلة، شنو هم شنو؟ سؤال واحد. سؤال رقم اتنين: كلمة تجارو هي تحرفت من استجارة أو تجارو أو تجار أو تاجرو. لو أخذنا مثلا سلمنا بهذه التسمية، هل منطقة تاجر موجودة في جبتي يشمل هذا الاسم مثلا، التسمية دي تاجورا الموجودة في جيبوتي؟ للتوضيح، وأشكرك جدا مقدما. ومايك فريد، تفضل. أولا أشكرك على تقديري اللي أديت لأحدى من حجمي. هي أساس كلمة، أنا ذكرت إنه يعني مثلا تبعتها كانت مجموعة ضمن المجموعة في مثلا في إريتريا، مجموعة اسمها أجاعز، قبيلة يعني أجاعز. وهذه القبيلة يعني هي اللي بعد كده طور اسمها إلى أجعازيات إلى آخره، لكن هي جزء من القبائل بتاعت ضخامة من اليمن، هي اللي مشت طبعا، لأنه لما استنزفت الحال الناس مثلا في القرآن تصرفوا يدي شبه، معناها الناس اتفرشكت، وكل مجموعة مشت بالاتجاه الغريب كلها. ودول كانوا في منطقة الضحامة وفي مأرب، ومنها طبعا يعني وصلوا إلى إريتريا. فهي يعني فرقة من قبيلة، هي كانوا يسموهم الأجاعز. وأما اللغة اللي كانت موجودة هي الجيز، والجيز أنا مشيت مأرب لما كنت ممثل إريتريا، ممثل جبهة تحرير إريتريا في اليمن الجنوبي، مريت مثلا المغرب وشفت طبعا المكان اللي كان فيه السد، ومكتوبة مثلا اللوائح التاريخية بحروف إنجليزية، لكن إلى حد ما يعني في بعض الاختلافات البسيطة جدا بينها وبين الحروف الإنجليزية اللي احنا نستخدمها في إريتريا ونستخدمها في إثيوبيا يعني. مثلا يعني الناس اللي كانوا عايشين مقسمين
هذه مجموعة تختارين كلمة العادية يعني منتبه يعني حتى أو المصادر العربية العادية لنا موجودة مثلا سفاكاري فرآتي الموبر أنا فتش ما وجدتها يعني وجدت لزام وجعت اللغة اللغة بهذا المفهوم يعني فهذا الموضوع بتاع تاريخ هو وما تذكرت عليه مثلا اسمها العادية يعني حتى في جلاي نفسها ما تذكرت يعني جلاي كانت مقسومة إلى شمال وجنوب يعني ما كانت تحمل اسمها العادية لشيء جديد يعني خلقوه يعني عشان يعني يربطوا نفسهم بإريتريا لأنه خايفين يعني إذا كان مثلا يعني ناس غيرهم وصلوا السلطة في إثيوبيا واللي حصل لهم وهم بيفتكروا إنه يعني إريتريا هي السنة بتاعهم للخلف وبالتالي لازم يخلقوا شيء اللي يفكروا يعني إنه يربطهم بإريتريا وده مش يعني التفكير بتاع مجموعة قليلة الموجودة برا وما عنده علاقة بالداخل لو كان عنده علاقة بالداخل كنا سمعنا مثلا يعني في المطار سواكان في تصريحات مسؤولين بتاع أو في الإعلام بتاع فما موجود يعني هذه المجموعات اللي برا الموجودة اللي ذاتها ما عندها يعني وضعية في داخل سيناء نفسها اللي جاءت لما كان الموضوع أوكي استاذ اذا قدم اخر سؤالته بس بتقرينيا بلا وحقوه قدم قلنا ودعكات ساعات كمان تمام لا كان في الخو العزيات بل قليل اي من الزبن جيزان وين أجعل مهرهم هذا كفال لا يخلي تشمو ترابيو مستقوم لإفراد مسؤول متحا كل ما بإفراد مسؤول أجعل يكون هذا كفال أجعل مهر مسؤول نيرو مالسي إذا ما قادر ليس مهر نيرا ليس أريم علي كيدي ممارا كيدي موتانا كي دام لتوسره أبو تسخف للأبوه بجيز تتحي فيه لنكون في الليات اللي أمامه في الجيز نحن غريسة بجريمية المسجفة وتجز الأبوه نلتي في الليات تسميه ترجي فيه كل ثمانية كميتي لغاية حالية سبيلي العديان دمهل كان قبيلة كانت جيزة الأجاعي استمهلوا وفدا فيهم ليرو كان فهم فاكر جيز تمهل لها هيدي إذا أفر بلوز اللي هو شوفيانيا شوفيانيا أفتقناه من يدلو أفتقناه إنت زهدلو كان مكادم زهد دائم كان عالم مالسي نيجيريان تقريبا دي هذا دارت في نيجيريان عمر كسبو كم كذا نقول حمولهم إذا أصلاً في الدنيا دارت في نيجيريان أكاد ناسهم كانوا يقولون ساتو فتري يوم نيجيريان اليوم مدري إذا استعفان بعد زارفوا تقريبا نيجيريان اليوم هذا هو مدرهم ناسهم إخواتهم كانوا إخواتهم حاتم في تاريخ نحن مبنى و
اوكي ما يا جماعه استاذ محمد نور كابتي ذو سنه دي اخي له تلاقي شكرا جزيلا. ايوه انا عارف. انا عمري 81 وبعدين عندي ضغط دم. اوكي. حتى من الصباح الحمام. الله يديك الصحة ان شاء الله. ان شاء الله الله يعافيك. لكن يديك الصحة وقلت له يعني انت سندنا طبعا. وشكرا تصبح على خير يا جماعة كلكم كمان لو ودعت الأستاذ حواد نور السفير يكون يعني إن شاء الله ليلة سعيدة بالورود. أقول أنا مع إنه الورود ده شفتها زمان قدينا أدينا ورود ورود وجبنا مجانين عشان كده أنا ما بحب أجيب مجانين بالورود لكن الله يخليك وأتمنى لكم ليلة سعيدة. شكرا شكرا. طيب تصبح على خير استاذ. السلام عليكم. يلا جاء. يلا شباب انا ما اقعد يفلكم له بس انت كيف وظيفك اقول لكم انت كنا قلتكم يعني استاذ محمد نور كيف تكمل ما يكسر دم سيفك حتى اذا يغون اذا انت بل جي نقازا يا كبستي تنتناها التغرب هذا اللي يلاقوه مش تور عسرته ارترا غازي اوي تبل ابتر ابدير ارترا تفنيان ارا تذكرون تغنكم انا دليا سيني يلاقوه تالينكم صدتكم حجي مالتي زغا غازي اوي ارترا هلا هلا بازيت سلامات بازيت كيفك نوعك هنا ترى خبنا انا وانت في انا ري دلوقتي انت يبلا لهو اسكا عيب عجاج ويكا قالوت بعجاج ويكا قالوت نزي انت راخيكم ما اغازيان بريتوي نايزوم زارب زلو سبات ايكون تي تحت نايزوم زارب زلو ايكون تحت ممانا تصنعو بهيك دف توافر غير ريانه بدليل تريون لهم قال يوم مستغراي قال يوم كم ساعه تبع لهم الله مالك جن كم تستبه له نتي تاريخه وما تصنع اغازيان مغلاص دامبر مثل اغازيان نمر من مقطع يكون انت بالات الارسي اجي انت دا تذكر خيمكم ورح عصر تاكل تشحن عصر تحمش اكل تشحن حمشتن ازاويت ايرتراز بل اب تلفزيون ايرتراز تفنوي لينك انا سينيو لينك انت دا الله خوينو لينك على اكتر يونا تقول يوغو ماتو شكرا ودي الله خان. شكرا اكس اف بي اي. وانا شايف الاخ محمد دلال وبابو راي موجودين رافعين يدهم ما ماخذين الميكروفون يمكن رافعين يدهم بخطا. اوكي محمد دلال يمكن عشان ادمين يعني ستاند باي يعني لكن بابو راي يمكن نسى انه رافع يده مثلا والان شايف كف رافع يده. بالنسبة لناس أغازيان ديل طبعا حبيبنا إكس قبر أسرات إحدى قادة مؤسسي تي بي ال إف اللي هي حركة تحرير تجراي إحدى المؤسسين ورئيس كل التجراي قال التي بي ال إف أسسوا مجموعة أغازيان ويجتمعوا بهم يجتمعون بشكل روتيني ويدعموهم ووراهم يعني دي شيء واضح وما يخبوه. بنعتقد هذول اللي في السلطة ما يخبوا اجتماعاتهم مع أغازيان. حتى عندهم جيش اسمه أغازيان سراويت. جيش باسم هذا الاسم بأغازيان سراويت. وقبل 4 5 يوم طالعين كان في تسريب صورة بتاعت واحد جنرال جالس معاهم في اجتماع موجود في فيسبوك. فدي مجموعة عندهم تحت هذا المسمى عايزين يعني في النهاية هي مجموعة كنسية وتحلم بدم إريتريا إلى تجراي وتكوين إعادة تكوين أو مثلا
رفع اشاعات تيغرينيا، وده زي ما يقولوا حلم الجعان بليله زي ما يقولوا، دي فاكرين الامور بهذه البساطه يعني. فاعترفوا، اعترف رئيس كل تجراي اللي هو اقليم تجراي، اعترف انه هم مؤسسوا مجموعه غازيان ويدعموها ويدعموها، واللي مول هذا اللي اسمه داويد جرزجير المليونير ده اللي يطلع في الـ في الـ في اليوتيوب. فالناس دي يعني ما مخبين دعمهم للحركه هذه. وفي اريتريا عندك المجاميع دي اللي انقسموا الان على 2 ولا على 3 وقاعدين يشتموا بعض، وانتم قاعدين تسمعوهم في الفيسبوكات نازلين على بعض وفضايح وبهدلات يعني. فأنا ما يستحق هذا الاهتمام، لكن برضو الواحد كمان ممكن يعني كويس يعرف ماذا يدور من حوله ويتكلم عنهم، لكن ما يعملهم شغلة كده هدف يعني يضيع وقتهم في يضيع وقتهم في ناس زي ديل يعني. أنا ما رافع يد، أنا سوري يا أخ، أنا شايفك رافع يدك من ما دخلت الغرفة أنا، أنت وبابوراي. جماعة الأخ محمد درار رافع يده ولا أنا غلطان؟ عشان أعتذر أنا. محمد الأخ محمد درار رافع يده يا جماعة. فايبر. أهلاً وسهلاً. نو بالله. طيب أنا آسف جداً يا أخي. لا أنت عكت صغار أوكي. سيدات عندها. أنا آسف يا محمد درار، أنا شايفك لا زلت رافع يدك، أنا شايفك كده، أنت وبابوراي. على كل حال يا جماعة أهلا وسهلا بكم، وتفضل الأخ اللي في الخط لأن أنا شايف 3، حطلع وارجع تاني عشان أطير محمد درار وأبو راي. شكرا وما يكفري. طيب أنا عدت إلى الغرفة وشايف باب وكف رافعين يدهم، كفوا وأبو راي. يا جماعة فيها 3 مايك، ما تاخذوا مايك كفو بابوراي. عليكم مايك ثلاثة مايك لا هي بتاع 3 مايك اول ممكن يا كيما ممكن يتكلموا مع بعض ممكن هذه البلابل 3 يا الله انا بابوراي اذا في انا الحمد لله ما في حق. طيب تفضل 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 خذ المايك بابوراي انت موجود؟ الاونو على تهاجة خلاص يا اخي وين قال لك بابو راي هلا تهاجة يا اخي تهاجة تفضل. طيب اولا مساء الخير كلكم وكيف الحال؟ هلا بك اهلا وسهلا. والفترة طالت والاختفاءات كثرت. عموما انا طبعا جيت متاخر فالموضوع يمكن ماسكه من ورا، فحبدا احاول اتذكر وحبه حبه. اولا بالنسبه لموضوع اغازيان كقبيله من القبائل اللي هاجرت الى هذه المنطقه، هاجرت تقريبا ما بين 750 الى 800 قبل الميلاد، مستحيل تكون بعد الميلاد لسبب واحد، وهو انه القرآن نزل في بعد في 600 الميلاد، بعد 6 قرون بعد الميلاد، والقرآن يذكر قصة سبأ وعرشها، وده بالتأكيد قبل سقوط أو انهيار سد مأرب، فما ممكن يكون موضوع سد تاج سبأ ملكة سبأ اللي هي بلقيس سجل قبل ما يحصل. فهنا اللي بقى بعد الميلاد دي بتتشال. الشيء الثاني مسألة انه نتجاهل هذه المجموعة، اشوفها ما في مكانة لسبب واحد. طبعا اللي خلاهم يتطوروا ويقسموا المعارضة ويشككوا الناس ويأطروا مجموعة من هذه المجاميع بحيث أن تكون عائق وتكون حديث اليوم، هو بسبب جهلنا نحن التاريخ.
لانه لو واحد لما واحد منه مره ولما سالوه الاجازيان جو من فين كان يقول نحن من بقايا المجموعه اللي انقذ سيدنا اللي انقذ سليمان اللي هربت من ومر لوط. لكن لما جدا بالنسبه اكس اف بي اي المشروع ده مشروع مشترك جازيان مشروع مشتبين في تجراي زي قبر خدان بين عبيع التريتري جازيان. وانا واحد كنا مع واحدة في يعني تأييد او دعم المجلس الوطني وانا هو تخاصمنا لانه بدأ يقول لي انه ده تاريخ مسيحي ومن حق الواحد عنده تاريخه الى اخره. انا قلت المسيحية لسه ما كانت وصلت ما كانت اصله المسيحية لما الاجازيان هاجروا الى المنطقة لانه قبيلة من القبائل والكلام ده يعني اساسه الجبهه الشعبيه ومجموعه تجراي. ففي فيديو انا ممكن افتشه وارسل لك هذا الفيديو. بالنسبه للادعاء الفاشل برضو الكاذب يعني اليوم ما في اي مجموعه سواء في اريتريا واثيوبيا تجزم ان هي اجازيان ولا تجزم ان هي تقول حبشيه ولا تقدر تجزم ان هي سبائية ولا تقدر تجزم انها مهرية. يمكن كالتشرالي ممكن تكون ما اجتمع بمجموعة تكون كالتشرالي جزء منهم لكن حقيقة انت ما جزء منهم عشان الشعوب القبائل اللي جت هنا اختلطت ولدرجة انه ما تقدر تميز الواحد من الثاني ولدرجة انه حتى لو عملت فحص DNA هتلقى الخلطة بتاع غازيان ولا هتلقى الأقعاز اللي سولم جت من جيزان اللي هي المناطق اللي اسمها جيزان واللي جت من قبائل السبائيين والأحباش والمهرة هتلقى خلطة ولا قبائل النيلية اللي كانت في المنطقة والكوشية والآخري هتلقى خلطة. فالادعاء ما في مكانه. فأقول أنا مسألة إنك أنت تتجاهل واحد يهدم وانت تبني ما من الحكمة. لازم توقف اللي قاعد يهدم عشان انت تقدر تبني وتثبت البنى. والتاريخ ضروري جدا. تاريخ ضروري جدا. لانه لو ما عندك تاريخ تسمع مشي. ولو عندك التاريخ توقف. لما تشوف الخطأ ماشي تقدر توقف. فبذلك لا نتجاهل التاريخ ولا نتجاهل اولوياتنا. وأولوياتنا في الوقت الحالي زي ما كان يقول السفير عم نور أحمد إنه ما ننسى في الوقت الحالي على الأقل جسم نقتنع به 100% ولا نقتنع به 40-50-60% ممكن يخرجنا لو دعمناه اللي هو المجلس الوطني. فخلونا نركز في أولوياتنا ونبحث عن المخرج الأمهرة. يعني نحن لو مشى الراجل دخلنا في 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 فدرالية مع أثيوبيا والراجل اشتغل في هذا الموضوع لفترة بسيطة إلى طويلة من تجويع وتكريه. يعني الشعب كره حاجة اسمها استقلال وتجويع وخوف وتجهيل وعمل كل شيء جاهز يعني جاهز عشان يخلط. لو نحن دخلنا ما بين دروس إثيوبيا هنعاني ونتعب شديد. ولكن لو نحن أي جزء أي جسم من أو أي تنظيم أو منظمة إريترية طلعتنا من هذا الظلم اللي موجودين فيه وحتى لو ظلمتنا هي يعني حتكون أقل ظلما. وزي ما يقولوا الأمحرة الحمير لو اتخاسمت ما تكسر سنون بعد هيا بالراقد ارسعي سبرم يقولوا ها لو ترافست ما تكسر سنون بعد. نحن ممكن نطلع
من المأزق بتاعتنا المحلي بكل سهولة، أو يأخذ زمنه لو اتقاعس ما عملنا شيء. ولكن لو دخلنا ما بين دياب إثيوبيا ما حنقدر نقطع منه بسهولة، فبذلك يجب أن نتبارك وندعم الجسم اللي ممكن يقدر يطلعنا من هذا المأزق. وشكرا. وإكس إف بي آي أنا اتصلت فيه كذا مرة مش لاقيك، وأملايت كنت عايزك اتصل بي بعدين. وشكرا، السلام عليكم. اوكي شكرا شكرا كافو. انا كمان معلش بس انا عشان مقطوع في منطقه، انا قاعد رحت اقتل واحد من الجماعه اللي هناك وسبقني مجهول، عشان كده بعدها حكون موجود يعني. على كل انا بس حبيت اقول لكم تصبح على خير. أهلا وسهلا بكم رتال يا جماعة الخير. والله أنا الموضوع ما يشغلني كثير، لكن عقوت شان قال في مدرسة أغازيان وتاريخي بهذا التاريخ. أنا أنت قبل دليل مسيلك أجي زي التاريخ كنا مزويون تناي تلفزيون إنتاز بالكوم سخنة عزا إنفتن إذا حطوا بوليتيكا وحطوا نيرتوي تدابتها رأيهم رئينا مال قن بتاريخها ومساطان ترينام قن نسوم نتي تاريخها ومساطان أغازيان كم ناتوم وينا أغازيان نبلو كم ناتوم تاريخ قرم كوزون تدال يوم أنت أرتد سلوه زلو حبرة سب يوم سلوه حبرة سبي سبام علو مالك نقزيم قاضي يكون نمفلا ذاكر إذي تاريخ إذي قدمي تاريخ لدى كرستوس نبالله وي قبل الميلاد نبالله إلى آخر يوم انتقوينو حنت نقر كبر هذا دلله إذي حجي جوغرافا وأقامامتا نابكرنا أفريكا يكون أب أفريكا ذلله دهرك علي وقع علم تحنت صويكا بدوبات نايم أجزاز تحنت صنت دا إلا نأمون كوينا ارتراح انتي كابتن دوباتا براي مقزات توسنة فليت هاقر يا مالاتي نزل تاريخ زخن قيراي نخلنا واحد كالاي نحنا بزعبازي ناي قدم تاريخ تماريسنا خنزارة تخوينا اتيوبيا وكينيا وكخوني كينيا وسوما خوني ارتراوي اتيوبيا وكخوني وي سودانا وكخوني الاخر يكبون كيدينا مالاتي حجة افهلو لو اي نخيل حديش تاريخ اللو ازي تفشل تاريخ نبول الى اخره وتاريخ صغاب بدوبات زفلت لا بنت بنا معرابة وإيرترا بقى تام السودان يزامت كرب لما تمبرا قوي روي كاسر دحراي مس جبوتو زين نمت حواس ناي تاريخ سيكا ابزي دل عما خات عود زبل ناي إسياس حسبينا نرنا مالك سبزي لنا حتى نحن كنا عوتا دلنا إذا كل نعنا نمدنا قار تفترة إلنا تنا عمن كنا إذا مدنا قارات زي حد تاريخ سلا زي نقل نتزنا برا هنا كنا حلو دل هاجر يا بعد نزي هاجر زي ولا بحط وتها زي ما تزنا برا أنت داري هنا يوم إذا سرعة زي مستيقظ حوسان تفتينو نابنت إلا نيرنا مالت ومغا كم سرعات بعلم لخاو استفاد اسرة دخولة حقا ونت الله وانت إلا أساس حمدون وقال يتوار له هزبي أرسان زي تقبلوه هزبي أرسان زي تقبلوه كوين هاي السلاسة ندرقن زفرسه ستو كينات قتالك خوني مالتيو قن حجا أبزا حديش تمهزو تفترة له نسخة أبزا عسران حمشتان عمد وعسران شو عطان عمد ستقبرة بالتيو نير تراو من نسي اتنح كوينو نهاجروك كالاخل نزقل هاجرو أصلي ويو نبعلو اتي هاجر كام مفتاو مالت حسرت كم زقانات قب نعمتها صريح لي سرعة يدف مالت حجينا كم يجينا نزمنا زابوتو نمال سيتك ما تزلو حتى مغنياتنا احنا عما سرعة سلازمة سيه يو تك مهار زلو كعسخة صاوزنا برا مصدروك على القوزنا برا ما نسيه لدقق خيط تغيرو
حجي نزا ابوت ام لاس ناي زخون ارتراو ناصار ايتو اب ارترا ناي صباح كلو زلي كسر حل زلو الى امرانه انت زي كان على ابوها ما جيت عليك زاره بعد اللي يعني كلهم اتوم كم زاره بنترينا ناي من نتقلوا لاو زلوهم يعني. كلهم رايهم بعلهم حجي كم عايز مثلا يزرب زلو حزب ارترا حدا معلتي تقراوي تقراوي تقرا تقرا قال ايه فلتن بعلو من تصل زمسو بعلو من تصل نامن تصغى انت داراي كتقتلن تفتن تخونك كلا خل نفسي بحرياوي مثلاني عشان كده ابتا بزوح كي تزارب كحجي ازي زيان يوم سرقتي قال يوم عم تتأكبهم ما كم تري يوم ذلقو كم تري يوم ذلقهم كا أب قلل تنقلات كم أبناي متعمات قال ما نتكاس ذلوي ما قالتي وعلى فكرة أنا سبق أن عقيد لي اليوم إذا ثلاثة باقع ويا عثرت على طالب كا بحدا بحبر توم زي كل كيل زما بنترنت ذرب ذلقو أباقع حلو زي كل سبعة هجر كاتري كل يوم كابون الفرح دلنا مالتي قن ما تزحزن قن طيب نقل بزحات من سيات بزح تاريخ تدنا قرو ببحر تعتن بالسحران تساقيو نعم قن أم الدنيا قري تو ما له نزق على فنا تلنا نعم كنا دحين بر كوبات حذر سحنت في قبرك نعم شكرا دحين هذا رغاء نزور نويت قرفنا را مسيحاسم خيط من شكاها هادم وعيك شيب ده إذا جزح إشكال الله عز وجل إشرحه شرح كاتو الدقة مش كده كفا وما أنا أنا غير أما لا إشكال ده نعم سألنا حلو أبا خير ده با قواسا أتعالو حيث زخير تسب نمجم مراك زير الله تلايشي أتعالو قريف زخير نلو مشتر الله مرحبا زيد يا جماعة هذا نجرا لهم ردوز بانا ودينا وديس بيرترا انت داخل رخينا جيب عارف كتر كنت هم قاعد ترقون تسيخ تورا دي خدي في غمادة شيء ودينا وديس بيرترا خن رنت داخلنا بيزيشن شرط ميتن أربعة عن عتن خمسة ودي خمان تنمرة ما نتيو بعد هذا الشلاش غزار وحلو نتي إشراف كل تسلس تيم خفلوز تجيني رو أنا بكل تنور له حاجة بس لقباوي بطا ما نتي نإطرا تتغني الزارة مس أفار حويشكا مس سمهار حويشكا ولا مس سنحيد حويشكا نبي كيبات تسترف على معرابي نعم سودان كوش ديوانير ما حجر قازين نساقوا يا سودان لخلا يا بنت في اللي بلان يبان يكيبيات بار هاجر نخط نبر يشي قراي عارف من اي ارمو ورلامو والانتايدو ساويدوس كلهم ديو دوني هجي عند بوليتيكا لا دون تا بوليتيكا انت بار شي مرات با اب ارتام وان كلهم حبروا يدلي كلهم كتسو يدلي جنزيا بستخى على من كتو لازم كل اب تقدام اي جيزيوم اي دي شلاشي تستاك دبر كلو تي اتت كلو تتنوالا كل بيجي في اي ريزولوشن ناس اللي سميت تس ان اي في زارب كله انت اي اميلو Ethiopia's legitimate need for adequate access to the sea. حسب امو حانت مريد دي بلا اقرسي سنترال افريكا نبر لا حجينا هنا سنترال افريكا كيفاري ناتي يختو بيد مخاني اتلانتيك اوشن يبصحاني مغنياتو انا عايسي
access to the sea من الشلالين مو الأم الشلالين selectable manage وين المديترانيان سي وي مديترانيان سي ناتي يختول وي كا لعل دلو نتايج بعض الوحرتات نيشمين وين مبرق ناتي يختول مالج قوميتي حسا This is a point. They are a point. Second point, they are a political one. The last they are. That I call it. So let's see. The whole thing من جدي. It's a bahar. We are going to hazard the people. The zulu. It's a bahar. So far, far from the block. The people as well. It's a useful area. Yani. Hmm. How is the last thing we say? It's a bahar. The sir. Of Islam and Christian is Mughloilu. فليتون تعبر السبب قطر سلزلة نجم مران من تساهلو نتوم دين متحك من خيلو تقول داي شنتاتي من تسعى عن حدن تسعى عن حدن نسعنا تسيدنا شعوري دوبنا تكل نيرو شعوري السم أفهم كحزون يروم زمبرو دلو أكرا شعوتي الكل جبنا استجبر ولا لازم يفتح السوق قبلني هو انت بيتي بيان انت على جي تيوري لو انا رفرنت زينج برني الناس يكون يرنا البيت فلت ناجر شوال ملعب ما قر فلت ام نيرو ما جينا ورو نيرو الضرب اجي كم شوال عند راح مستت فلتو تعاملنا تون فلتو سلوزون سو اجرم ايزم بعد دي فلتنا يندول نيرو سو نزي كم تيوري غير كاوشي تكاسي حبرات من مكسات يتفلتنا بعد تيوريتات ونالو يشي الشعوقن إذن قدرخ قبار نيرو كله ما عمنا نتايلو وزينا ما سيا ما في حلقة ننوخ حسين بعالني نايد تداري دبي عنزتان كل نجرا يقبر دبي تلينان يقول تداريو شتين زا حجز قبرا دولون شي يقوى نعاقوى تمسوس نور دكسم نور يزعزنون نعاق لذي زا عقازيان ما عقازيان بايبر good night تخيط دي لها ساحا ما مكيدا لنا موان نانا فلك ساتر كليتي نانستان نحن يرنا ساتكون كاا فلك ليتي تخد ناكل تسعة زروات راح سرعوا الجام سلزي اغازيان ما اغازيان ناي كبر او عارقنا واي انا عامل ايه ها مالك يا بايبر اغازيان ما اغازيان كبروا نوص دي بلنان كنت تتنتن اي من مشيت تزلهم ازرار كان يرتان دي فهمتان مبالت دي قال تقوم جدول يقولون زاد قاعد بابوراي قريتها سمع عند حال الخير سام كل حتى كذا لا حد حتى أبغى شيء تخي لا ما كان حتى أري حج قال يوم أجازة يوم معمول زبالو سنتاي برو تي نحنا ب وقام قنا ببهلة أجازيان كانوا بالفرند اللي ولا فتوش تهجر كل ناس بزعبا عقازيان كم زارة بينا قل لخو بخان كله اسمه خمي تريو بزعبا عقازيان كم من تايقن كم من تايق كم بوليتيكا ومسرح ولا خم كم قوانق وخم كم تاريخ كم قوانقا كم بحلي كم قلة اوش تتي لو انتنا يتهجر كم تاريخ تغينو شعونا نركولو كان اقول كان تاريخ توين وان شاء الله نقول كم بوليتيكا هاي لو انهم دم صوت لو يجوا بينا دلهم بركم قال لك كم تاريخ تاريخ نقول له ني من انا نقول ناي زلخينا تناغازيان انت داخم او ارتاعت يوم سي تغازيان دبلوس كنزارو اوكي كم تاريخ زارو نقول له بوليتيكا كن ارتا اي تغير اي تشيت اكل وقت حنت هاجر ارتات بلاتنا نقول لنا زعوفت بسلام نبر لازم نبرنا سلام دخل ونا ساتهم
اجينا عام تغطي لنا مسينا مش تاجر تبدأ عجازيان كنزارة وينا كم بوليتيكا حيل انت دايلهم كوينهم نو كاب دو كاب تا زالان بسا نينيو تا زالان بسا ريالا خاب آنينيو يخاتب لو انت را اخم تاريخ كنزارة ولو ينايلهم مالو نحنا كوا بقعيتو اما ترى اما تقول وطا تاريخنا عجازيان علينا ديبلنا كوينهم فدازم مين نحنا غازيان هنا ما لا تكون قلت مسمار ها تحذر لك عمي بوليتيكاوي ساتهم ريحة بوليتيكا ورأي عمدي وذلو نعينا نكالست لنا نو نو اسهم اذا بوليتيكا زين عنا اي ملكتنا نحن نوذل نو نو خما غازيان سان تاريخ مبالي غن رخن زارول اوكي زين اركيولوجيس سينا نغرفهم تاريخ سواتي نغرفهم بمعلان يتفلون And I'm sure Kunizara will lean on it. Kitizara of Nalohan Halfa Kun and Sul Tari had the Lugus Etra, Shroom Muratna, the Khan, the Klekhan, Ksuntinu and Pugera. Amir. Okay? Assalamu alaikum, ya Sheba, Tulokum, Lorikum, Arina, Navalkum, Shalab, Nagrekalo, Viber. Mike. نواها بازيت اوكي سمع الهدى سمعت لي اسكي مالكك الهدى مايك الله مايك سمع له مالكك بورا ما براي سافا 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 هنم لكم مالتي كامل لهم لوح ايام طويل سافا تاكد بزهونة كامل لهم انا سي دونجي امزيه بزهونة سلام كله كمية دايمة جن حاسرتا نقرم قديتي زي أجاديان أفتا بابرا يوكا ميكا ميتي سامع بزعبازي أم جزيرت في إخا بزعبازي أم عبو نقر جيركا مزرا أتي علامة ناتاتهم ناي بعال إساس وفرن ترثرا ناي حدنا تاويان ناي درقي ناي حي رسلاسي بقاليان الخونية مي نجي مسكوم زي أم كتزارم دحروهينكا علامة حاسحكا أب عينك اللي كتنبر ماتي أغا أزيان إزي أم حبر سب إيترا ناي مزناك علامة زي حاسوبات يوم ناي تاريخ بدعوة غئز نمالي ملكوتو ناي مسلمنا ناي كريستنا كتات سبات يوم حبر سبات نمر حزي ناي كريستنا نارو ترح تطولة ناها علامة حالم حاتيو أقول لو ده أنا كنت نجبر نسرح سلا زي لنا طحنا أو تميت كمان نمزل لنا عامز الله هو يكون وات عامز الله هو فله هو بزعبا تاريخ زفلتن زتنتن حاجة كل بوليتيكاوي بزلتن بوليتيكاو عاد الله كمان بكي خال أو خن زخيت أبكم تاتي ملس نتي أبكم زود أنا حيلي نعود أميتنا بتمر حيلي جبرا وسرحات كنا رسل ذلك الله ترحي أنا خوي 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 ردعني بتناتي جم جم بتناتي على أيام هذه بتعامي سلذي نذي تات كابتن خنوت أنت جبرنا تزحشة أبزوا نذي نحنا على عبلات زلو محبين إسحاق كوينو زنبري نايدو كينات لأن هذا هو الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر نحنا يحصل على الأمر الذي 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 يحصل على الأمر أسمى رابع عباس باني كاب عبد تبلع الله أو تسرح باني أو تسنك ثباني تبلع الله ما دي أسمى رابع جميع كتاب أسمى رابع ويو وزي سرحة أبزي تأميتنا هو نيرو هو نايز لذي أنا تانا هاي بابورا جلال يوم علي وزي حكستا حتى أقتصادن كل يوم نايفلدن أقصد سرقة آتي كسر معتم بني رو كيدو جن قشة زنبرة أي سمع بون في
كم مخري كم تعدلو كل هذا العيون هم قالوا عزيز أما تزي أجا أزيان أجا أزيان سلمنا من قصة تبعيلون أحرار الزقونة أنا عوق من لسن موسو تسأليهم كا عنك كأزول الله أحرار النت قول أتن كسران تزي كوينو ربحا كمان يبولون هاي ما سلذي إزي سلذي بزعبا أجا أزيان فريق أمو زي كونوس أتي قئز بحال كم ناتوم ناي كريستنا غير كان هاي محاس زي تتعملو كتقاملو سلوزولي يترحم بر نحقون بقعتن حيل هاليو ما يكونن قال لقتم مليانير سيدنا يقزل زخفولو حمام زلوهم بقو غير كان حاقت أطو تخيل نزبل كنتم حتى ما تاب ناي تقارو خينو أنا مالبات بعابيو تنايتو يعني بي بوليتيكا مسمر آمينو نخوبو زب اعلاماتات سلاز بقف كوينو كوينو يزبل ما تيرو يتاي مارتي دي هاي بلن داوي سلاز قبل نعوز مسل او اكارتنا ويانه زولو سباتون نعوز سلاز دوقفو ويكا ويانه زول سباتون سلاز بولو يزتان نهاري رينا يكو كاب اقا ازيان وزاس اقا ازيان كم مسارحي نا اتعب بايها بعالتي مقابي قلز بحالنا يكهن عين سوري تيبيا وسمعهم من كلهم كاب ايرتراو ايرتراو يانسي رفرندو تزقب برس كم ناي تسعان سلسان استقابره كوبو غيرو من ايتيبيا لين مينو كم زعاتو عجيت تغمي بسبيتي غيرو كم مسيلو من اخوان ناي بحقي مال السبيتي زبها لا يكونن حاد حصور اتحاد اسبع زولو ايو سبيتس ادية سب اي بزي سميتي سلم جوزو يا عم فر جن انت ايو تامن اي سب اي زرد اس كاب سب اي تفعل عليا صنيحة مو اب سب اي مس مس تقوله ازار اربعة كران ترى يوم زي اتوم كاب اتوم على اكرت انا تقول زوج انت او ابو معاتينا نزي نقولكو نحنا الحقي نتي مسؤوان كالناس نتي عماتن حسين زخوني ويجل لزلو كن بدهو سلزي كالنا ترحيو اب تاريخ انكيل الاسو بناي تاريخ نبر اب بناي تاريخ دربيو سروح وسرحالو نحنا قنعو قلي حقديفنا نزي كن بدهو سلزي كالنا ترح زبل الرأي ايزا لن ازي اخبال دليماتي سلزي بس بعض زعبان ازي ما قاسياسي عقمن حيل زلو بعتاس ناخذ يوم تميت وزح تزيد زارو كمان صبح يا زبل رزي زغن هايلو قال رحص بعالدت نتم عملتنا يا كريستنا رحص حدش عملت نعوت لهم نحب وصلون ناي اول عملت بعلى لدتن حدش عملت يقبر لنا قبل نتم نويح جينا بدوب زي دوب تقول زي سمعكم دوب تقول سمعك هذا آه سيل سلام ليدي ودينا هو اكس كيدو مالتي امير قفل لك دحان لك كل امانتو امان لا كل امانتو يرمو دحان عدي عدي سيزرح كتشحن عدسة تشمنتن هزبي ارترا استعاوت اللي عمتي انا ازولو كابتو لكم كتشحن عدسة تشمنتن هزبي ارترا استعاوت اللي عمتي مغنياتو وشت اوز الايو يتياس افوركي اركانو زوت صلو مهانو تزي فولتوز نبرة مفلاتو عابي عدل عابيو بزعبال الا ونزولو زنبرة خا دروبنا كيد حانتسن سراوي دا ايتيبيا كاب مرتنا وزن اي نزارو زنا بره مو دوب واغا يهولن اي كسرنان تعويتنا اينا وسم زهاب وصف صاف راح عسرت عسرت شعر تشح هي ود صوفلو اسو زبولو تراح يبر كاول العلي سم كلان يرتا بمر تاع حرسب استفانا اولو حال مليون اكل حزبي كاب مناور تفانا اولو حزبي اي كسرنان مبالو ናይ ባሓቂ ኤርትራዊ መንፈስን ኤርትራዊ ሕልናን ከም ዘይብሉ
ናይ ውሽጢኡ ፀላዩ ቀዳማይ ፀላዩ ምዃኑ ዝሰርዐሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢሳያስ ዘርኣዮ ፍቅራዊ ፍሽኽታ ንህዝቢ ኤርትራ ኣርእዎ ዘይፈልጥ ምርኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ምፍላቅ ፈሊጡ እዩ ኩሉ ወላቲ ደድሕሩ መሲልዎ ዝኸይድ ዝነበረ ስለዚ 218 ብዓወት ናትና ተደምዲሙ እብል 219 ከዓ ቅስንቲ ኤርትራ ክንገብር ክንክእል ከዓ ዕማማ ትገብረና ኩልና ለቢብና ኣለና ኩልና ርእና ኣለና ብል ማለት እዩ ስለዚ ዓወት እዩ እብል እዚ ኣክብል ደለ የቀኒየለይ ኩል ሰዓት ሕና ኣለና ግን ብዙሕ ሰብ ስለዘየ ኣለ እዩ ካብቲ ኣጀንዳ ውፅእ ዘለካ እዚኣ ሞ ማይክ ወዲ ኣለዉ ኦኬ ኦኬ ባዚት